الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الطلاب الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة البيجي الجامعة دائما فيما يسمى بأسبوع المهندس يجد خير ويجد شر كثير أكثر من الخير، كما قال الله تبارك وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال جل وعلا: إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. والشر يتنوع يختلف. عندك أول حاجة الشر العقدي، الشرك وعبادة الشيوخ وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، زي الصوفية اللافين عاملين منابر هنا وهناك، بأصلوا للشرك. خلاصة المنبر أو الركن، الخلاصة إنك ما تعبد الله تعبد المكاشف، أو ما تعبد الله تعبد البرعي، أو ما تعبد الله تعبد الكباشي أو الصابونابي أو غيره. دي الخلاصة. عقائد شركية باطلة، شرك، وده أعظم ذنب. بتلقى برضو مفاسد بدعة بدعية، ناس شغالين كيزان وبهناك مؤتمر شعبي وبغادي جناحهم جكو وبغادي أنصار سنة، جناح مين وجناح مين، أجنحة كثيرة كلها بدع وخرافات، لأن ربنا سبحانه وتعالى أبطل جميع الأحزاب الموجودة في كل زمان ومكان إلا منهجا واحدا. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. يعني شنو شيعا؟ يعني أحزاب وفرق وجماعات. يقول حاصل الليلة ده: إن الذين فرقوا دينهم، يعني فرقوا الإسلام، دينهم يعني الإسلام، لأن ربنا قال: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا. يبقى الدين واحد، الدين واحد هو الإسلام، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهنا ربنا قال: إن الذين فرقوا دينهم. 700 حزب يا أخي، 700 حزب، بلدنا دي ملانة أحزاب لما مدفقة بغاد. ربنا قال عن كل الأحزاب الموجودة دي: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. شيعة يعني فرق وأحزاب وطرق وجماعات. وكانوا شيعة، ربنا قال: لست منهم في شيء، يعني أوع تبقى معهم. الصوفية براهم كم حزب؟ صوفية ده الاسم الكبير، تعتوا في حزب تاع الطريقة التجانية، والتجانية اثنين: تجانية تربية وتجانية غير تربية. براهم سموه كده، ما أنا في تجانية قالوا ده المربيين وديك ما تربية. القادرية براهم صادقاب، أبناء الشيخ الجعلي، كدباس، أبناء الشيخ الجيلي، القادرية المكاشفية، القادرية العركية، القادرية البادراب. يا زول دي شغلة كثيرة، يا تحق الرسول. أنا بسأل هسا، أنا دا أبقى صوفي، الطرق الطريقة بتاعت التصوف دي مثلا طريقة الرسول، ياته هل البرهانية، هل البرهانية ناس أطفوا النور ودموا الصدور وذنبك مغفور، ياتو ده؟ ولا هل القادرية قال: ذراعي من فوق السماوات كلها، قال يده دي قد بها السماوات السبعة، يد واحدة بس، ده لسه ما دخل يدينه الاثنين.
قال ذراعي من فوق سماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي. دخل يده من فوق السماوات السبعة وشال بغادي وجا داخل تحت المحيط كلكل الحوت من تحت. قال وأعلم نبات الأرض كم هو نابت، وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي، وأعلم علم الله أحصي حروفه وإن قلت كن يكن. شوف المقدرة العجيبة دي للتصوف، ناس ماسكين الكون زي ما قالوا الختمية، قال الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا. أيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لحرمتنا، ونار موسى أضاءت من نار الخليل خبت من سر تفلتنا، ونار موسى أضاءت من محاسننا. شفت الشغل ده كيف؟ ناس مالكين الكون جد، زي ما جاء في كتاب سراج السالكين طبعة المجلس الأعلى للذكر والذاكرين، تبا لهم كلهم في صفحة 114 إلى 116. قال الشيخ الطيب البشير الصوفي الله أدى الكون، مسك الكون من الله 33 سنة ما نقص منه جناح بعوضة، بعد 33 سنة رجعوا لله. ناس مالكين الكون وبيعلموا الغيب، خلي بالك رغم ده كله ما شو فتحوا فينا بلاغات. امبارح عندنا قضية مع واحد اسمه الليزيري داعية شرك بأمر القاضي وداعية كفر، عرفته قرزه القاضي ها، وداعية زندقة وكذاب فاتح فينا قضية. قلت لهم تعالوا يا ناس، انتوا قلتوا مالكين الكون دارين القاضي ينصركم، الكون كله اعلاه اسفله في طي قبضتنا، تمشي تشتكي للقاضي واربع محامين و12 مليون. يا ناس انتوا ماسكين الكون، الكون نحن ما عاجبنكم وهابيه في السودان هاي، ولا تعمل منبر تشتمنا، الكون انت مالكه، شيلنا من هنا كده ان شاء الله ببوكلين وارمينا هوب ورا الشمس او ورا القمر، ما الكون حقك انت، قلت الكون ما حق الله حقك انت. كيف يستقيم؟ نمره اثنين قالوا بيعلموا الغيب. قلنا لهم يا جماعه طيب لو انتم بتعلموا الغيب، القضيه دي طلعت براءه، طلعت في صالحنا كسبناه وطلعنا براءه بفضل الله عز وجل. طيب انتم ما كنتوا عالمين الغيب قبل ما تفتحوا القضيه وتوكلوا محامين وتدفعوا عشرات الملايين، ما كنتوا عارفين انه حنطلع براءه في الغيب اللي بتعلموه ده؟ واسه قال دارين استأنف. يا ناس انتوا ما بتعلموا الغيب؟ بتعلموا الغيب قلتوا، اتدخلكم في المحك الضيق ده شنو؟ تمشي بغادي تلقى برضه فتن ومعاصي غير البدع، تلقى واحدين بيرقصوا واحدين بينططوا، خليك من الهوس ده العطاله كلهم، عرفت كلامي؟ فتلقى واحدين بيرقصوا واحدين بينططوا ودي معاصي. لكن اول حاجه انا ابدا بيها الشرك بالله سبحانه وتعالى بتاع الصوفية. طيب دي مطوية العاصوفية بيوزعوها هنا، المطوية دي كلها تؤصل للشرك بالله سبحانه وتعالى، العاصوفية دي خلاصة المطوية انك تبقى مشرك وكافر بالله العظيم وتعبد الشيوخ وتخلي الله، زي اللي بتنقصوا ديل الدراويش ديل تعني البرهانية ديل. شيخهم في كتاب ديوان شراب الوصل يقول أجود، قبل ما نجي للمطوية دي، يقول أجود على أم اللي ترحم طفلها، يعني هو الله هو اللي بيرحم. قال فرحمة من في الكون من بعض رحمتي، جبريل ميكال إسراف عذراء جنودي في التصريف هم تحت إمرتي. أنا الحق في الدنيا، أنا الله هنا قال أنا الحق في اللقاء يوم القيامة، أنا هناك الحق، أنا الحق في اللقاء إذا الأرض مدت والسماوات حقت، فيدعي الألوهية ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والنبي عليه الصلاة والسلام زي ما جاء في صحيح البخاري كان إذا قام من الليل قال اللهم أنت الحق، اللهم أنت الحق. فديل البرهانية
شيخهم يقول أنا الحق في الدنيا، أنا الحق في اللقاء، إذا الأرض مدت والسماوات عقتي، يعني يدعي الألوهية مع الله سبحانه وتعالى. والرد على هذا الكلام من كلام الله تبارك وتعالى، ربنا يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله سبحانه وتعالى لا شريك له ولا سمي له ولا ند له تبارك وتعالى. المطوية دي والزعاء الصوفية هنا، والله دي أخطر حاجة موجودة الآن. لو الناس يعرفوا العقيدة تمام، الورقة دي أخطر حاجة موجودة في الفساد الحاصل ده كله، لأن الورقة دي تؤصل للشرك بالله أعظم من الغنى وأعظم من الرقيص وأعظم من الزنا وأعظم من اللواط وأعظم من شرب الخمر وأعظم من قتل النفس المعصومة، الشرك بالله سبحانه وتعالى في هذه الورقة الوزعها الصوفية. والدليل على هذا الكلام قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، كما قال الله سبحانه وتعالى. فالمطوية الوزعاء الصوفية دي تؤصل للشرك، ودي أخطر جريمة موجودة الليلة في هذا المكان. عشان كده نبدأ بها الرد عليها، والشبهات اللي فيها سريع جدا، ما في حاجة، ما في حاجة، يعني ما في شبهة كده قوية الصوفية يفرحوا بها. واحد على الصفحة الأولى قال الحمد لله الفاتح المعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين الفاتح لما أغلق. طبعا دي صلاة الفاتح، لكن بعد الدق الشديد والردود الكثيرة على عقائد التصوف وعقائد الشرك بقى يحرفوا صلاة الفاتح شوية عشان ما نكشفها، لكن بنكشفها بالمنقاش. دي صلاة الفاتح، لكن دخلوه جوا الغوص. بس قال الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق إلى آخر. الصلاة دي العقيدة اللي فيها عقيدة كفرية، العقيدة اللي فيها شنو؟ جاءت هذه الصلاة في كتاب جواهر المعاني وبلوغ الأماني في ذكر مناقب أحمد التيجاني، وده مؤسس الطريقة التيجانية، ما أسس الرسول صلى الله عليه وسلم، خلي بالك، أسس واحد في مدينة فاس اسمه أحمد التيجاني، مجدوع هناك، في مدفون هناك، هلك الرجل ده. في هذا الكتاب الجزء الأول الصفحة 132 إلى 135 قال جاءني سيد الوجود، ده من ده؟ قال الرسول جاءني يقظة لا مناما. طبعا الصوفية بيعتقدوا أن الرسول بيجي حديث مش في النوم، في النوم ده ما موجود في النصوص في الأحاديث. قال جاءني عديل، والصوفية ده الأكبر ناس دجالين بالمناسبة، لأنه لما تحين وقت الصلاة، إذا كان فيهم قليل من الناس اللي بيصلوا، لما يحين وقت الصلاة بيقدموا أبوك الشيخ أو الدرويش أو الحوار بيتقدم. طيب ما الرسول قاعد يا صوفي يا قليل أدب، الرسول قاعد أنت تصلي كيف بالناس؟ ده سؤال، ده سؤال، الرسول قاعد وصلي كيف أنت؟ ده ما كذب. هسا معانا واحد هناك كنت ماسك لي مسجد في منطقة مناطق الخرطوم يوم الاثنين والخميس، صوفي ختمي ما بيجي بصلي في الجامع يوم الاثنين والخميس. ليه يا حاج فلان؟ قال والله الرسول قاعد يجيني في البيت. طيب يا بليد، الرسول ما يجي يصلي بينا، انا ابقى الامام بتاع الجامع كيف والرسول قاعد؟ بعدين الرسول يجي ويصلي جوا البيت يخلي الجامع، بعدين الرسول يخلي المدينه ويجي مبدا. هذا هوس، وده كذب، وده دجل. فالصوفيه ده الادجل ناس واكثر ناس كذابين، الصوفيه دي أكثر ناس كذابين وأكثر ناس استعبدوا جماهير الشعب السوداني إلا من رحم الله، هم الصوفية والله أكثر ناس. يا أخي البرعي قال سلم لشيخك ثم كن عبد له، ما عبد لله. يا أخو الرسول سيد البشر صلى الله عليه وسلم، ربنا قال في حديث عتبان، قال النبي عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا
عبده ورسوله. الرسول قال أنا عبدي لله، لله سبحانه وتعالى. وهناك ربنا قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. شوف ده كلام ربنا. البرعي قال لا، قال سلم لشيخك ثم كن عبدا له. عشان كده بقول لك الليلة الإنكار على الصوفية وعلى الشرك بتاع الصوفية قبل الإنكار على الأغاني والمصافحة، زي ما حاجيكم العريفي بعد بكرة، العريفي حاجيكم وموضوعه كله المصافحة. يا عاطل في شرك في البلد دي، شرك. في ناس قالوا سلم لعبدك ثم سلم لشيخك ثم كن عبدا له. ما لي الله ديل الصوفية اللي بيكوركو ديل والكان بيرقصوا بجاي ديل، هل في دين فيه رقيص؟ زول يرقص بصلبه بأكتافه يقول لك حبا في الرسول. يا كذاب، انت قاعد تحيد تنبك، ما قاعد تحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ده ما دين ولا عنده علاقة بالإسلام أبدا أبدا. الرقيص ما عنده أي علاقة بالإسلام. طيب، فقال أتاني سيد الوجود يقظة لا مناما، ده بصلاة الفاتح دي. قال فأعطاني صلاة الفاتح وأخبرني في المرة الأولى أن قراءة المرة الواحدة من صلاة الفاتح تعدل قراءة القرآن 6 مرات، ده في المرة الأولى. فاستزدته، قلت له زدني يا رسول الله. قال فزادني وأخبرني في المرة الأخرى أن قراءة المرة الواحدة من صلاة الفاتح تعدل قراءة القرآن كاملا 6000 مرة بالسوية. صلاة جابة زول دلوكة مجرم أحمد التجاني يقول أفضل من القرآن ب6000 مرة. ده التصوف، ودي البدباء المطوية من البداية كفر، من قول التيت كفر بالله سبحانه وتعالى. بعد ذاك ما في صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه ربنا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ربنا أمرنا بحاجتين، الحاجة الأولى قال صلوا عليه، الحاجة الثانية قال سلموا عليه. الصحابة قالوا يا رسول الله، أول ما نزلت الآية دي ذاتها صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، ده معروف، فكيف نصلي عليك؟ الأمر الثاني ده صلوا عليه ده نعرف كيف، كيف نصلي عليك؟ لو أصو كان في ذول بينجر من راسه يحق له ينجر؟ لو كان يجوز لإنسان إنه يألف من راسه كان الصحابة ألفوا من راسهم، لكن حاشاهم، لأنه جلوا الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له كيف نصلي عليك؟ دل الكلام ده على إنه ما يجوز تخترع صلاة من راسك، لأنه الصحابة قالوا للرسول ورينا نصلي عليك كيف، لأنه عارفين ما يجوز تخترع حاجة من راسك. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد إلى آخره. فصلاة الفاتح دي بدعة، وبدعة كفرية، لأنه يعتقد إن أحسن من القرآن الكريم 6000 مرة، كفر بالله سبحانه وتعالى. طيب بعد ذاك مشى قدام قال الشرك الأكبر أن تعتقد وجود إله يستحق أن يعبد من دون الله عز وجل، ده تعريف الشرك الأكبر عند الصوفية. التعريف ده باطل باطل، لأن المشركين الأوائل كانوا معتقدين إنه الله سبحانه وتعالى يستحق العبادة وحده، وكل الأصنام والأوثان دي ما عبدوها لأنه هي آلهة ولأنها بتنفع وبتضر وبتنزل المطر وبتدي الجنة زي ما بيعتقدوا الصوفية الليلة. لا، المشركين ما كانوا بيعتقدوا كده، إنما بيعتقدوا الأصنام اللي هي صور رجال صالحين تقرب إلى الله. الدليل قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا، الذين دل منه المشركين، والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم، الأولياء دل إلا ليقربون إلى منه إلى الله زلفى. يبقى كانوا عارفين إنه الله عز وجل يستحق العبادة، لكن دل وصايد بيقربوهم لله.
يبقى التعريف ده تعريف باطل باطل. الصوفية ليه عرفوا التعريف ده؟ عرفوه عشان يمرقوا نفسهم من العقائد الشركية اللي بيدعوا لها، يمرقوا نفسهم برا. لكن اديك حاجة، الصوفية بيعتقدوا انه في آلهة مع الله عديل. يعني بالتعريف ده، بالتعريف ده عقائد الصوفية عقائد كفرية وشركية. اديك الأدلة من كتب الصوفية. وين الكلام ده؟ قال صاحب كتاب الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، طبعة الدار السودانية للكتب، هنا الخرطوم، هذه حقت وهابية برضو. ماذا قال؟ قال: أنا كنت مع إبراهيم ملقا بناره، وما برد النيران إلا بدعوتي. أنا كنت مع موسى مناجاة ربه، وموسى عصاه من عصايا استمدت. شوف الشغل ده كيف؟ إلى أن قال: أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. قال: أنا الواحد، أنا الله ذاته، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. شوف الكلام ده كيف. فالصوفية اعتقدوا وجود آلهة مع الله سبحانه وتعالى. التعريف ده باطل، وبالتعريف الباطل ده هم ما يمرقوا من إنه عقائدهم عقائد شركية، ويدعو الناس إلى الكفريات وإلى عبادة الشيوخ وإلى عبادة العباد من دون الله تعالى. طيب نمرة ثلاثة، قال نمرة ثلاثة، قال: هل يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ قام نقل له كلام، قال: قال ابن تيمية: وقد نقل في منسك المروزي عن أحمد دعاء فيه السؤال بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قد يخرج على إحدى الروايتين عنه في جواز القسم به. والله شوف، أبدا ما سمعنا عن واحد من الأئمة إنه بيجوز دعاء غير الله، الحلف بغير الله تعالى. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. واللفظ الصحيح، وهذا شك من الراوي، كفر أو أشرك ده شك، الصحيح من حلف بغير الله فقد أشرك، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. إنت عندك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو لا يسكت، وفي رواية أو لا يصمت، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. تجد تقول لي: يا أخي يجوز الحلف بالشيخ أو يجوز الحلف بالنبي، مع أنه النبي قال لك من حلف بغير الله فقد أشرك. عرفت كلامي؟ لو قال أي زول يا أخي، لو قال الإمام أحمد ذاته مثلا يعني، وإن كنا نستبعد هذا الكلام منه، لو قاله النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو لا يصمت. وفي البخاري النبي عليه الصلاة والسلام طالع في جيش، في رجل حلف بأبوه، فأوقف النبي عليه الصلاة والسلام الجيش كاملا، جيش كامل يوقفه، قال لهم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم الحديث. جيش كامل النبي عليه الصلاة والسلام وقفه. تيجي تقول لي: فلان ولا علان قال يجوز تحلف بغير الله؟ لو قال فلان، فإننا نقدم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر كلام البشر ولو كان عمر. منو قال الكلام ده؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما لما قال لهم الرسول قال، واحدين يقولوا قال أبو بكر وعمر، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، رضي الله تعالى عن الجميع. بعد ذاك النقطة الرابعة، قال الاستغاثة بالمخلوق قال بالجوز. قال ليه؟ قال لأنه ربنا قال: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. أول حاجة يا جماعة، الاستغاثة نوعان: استغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى،
استغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذه صرفها لغير الله شرك. يعني لو واحد استغاث بيزول بشيخ صوفي ولا غيره عشان ينزل له المطر، ده كفر بالله وطلع بر الدين. ليه؟ لأنه ربنا قال الاستغاثة بالله ربنا تبارك وتعالى. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالاستغاثة تكون بالرب وهو الله جل وعلا. أما النوع الثاني استغاثة فيما يقدر عليه المخلوق، وأصلا كلمة استغاثة هي طلب الغوث، وتكون لإزالة الشدة. في أسد جاري وفي زول هنا شايل له مثلا سلاح كلاش بندقية غيره، قلت له فلان الحقني الأسد جاي أضرب بالسلاح، دي استغاثة. لكن فيما يقدر عليه شنو يا جماعة؟ المخلوق، ودي جاءت في الآية: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. دي فيما يقدر عليه المخلوق، وكذلك الاستعانة، ده الموضوع كله. لكن الصوفية بيستدلوا بالآيات دي بالأشياء اللي بيقدر على المخلوق عشان يجوز بها ما لا يقدر عليه إلا الخالق. عشان كده البرعي قال: تستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. البرعي قال شنو؟ قال: بناديهم بناديهم في كل قضية، بناديهم حيين ميتين، بناديهم في الليل الهادي، بنادي السيادي جملة وفرادي. ده الشرك بالله، ده الشرك. لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وربنا سبحانه وتعالى قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. بعد ذلك قال: اعتقاد جواز كرامات إحياء الموتى بإذن الله للأولياء. لو كان الأولياء بيحيوا الموتى جائز الكلام ده، لو كان فما في واحد من شيوخ الصوفية ولي لله. أديك لهم واحد واحد. البرعي قالوا أكبر ولي، البرعي ده أكبر زول نشر الكفر في البلد، كتاب ديوان رياض الجنة ونور الدجنة للشيخ عبد الرحيم البرعي، الصفحة 119 السطر الأول. يقول البرعي: إن ناب خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل، قطب الوصال الكردفاني الذي قد خصه من ربه التبجيل. قال: إذا حصلت أمر عظيم أو مصيبة في البلد السودان ما تنادي الله، نادي إسماعيل لأنه ولي لله. وده الكفر ذاته، ده الشرك ذاته، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وربنا قال: أي زول دعا غير الله كافر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فربنا سمى أي زول يدعو غير الله كافر، ولا كرامة. تنطط يا صوفي، تزغرد، تكارك، الله قال البدع غير الله كافر، ده كلام الله يا ناس. وربنا سموه مشرك، قال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فطالما الفعل ده شرك ففاعله إن قامت عليه الحجة فهو مشرك. طيب بعد ذلك قال: اعتقاد جواز كرامات إحياء الموتى بإذن الله للأولياء. شوف، واستدل بقصة عيسى بن مريم. أول حاجة، البرعي ما نبي، ما عيسى بن مريم. المكاشفي ما نبي ولا عيسى بن مريم. الصابونابي البرهاني واحد فيهم نبي ما في، ده أول حاجة. فلو كان واحد فيكم نبي عداك تعالوا نتفاهم. وفي الأنبياء يا أخي، في الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى أعطى هذا الأمر لعيسى، وعيسى قال بإذن الله،
قال الله تعالى وأحيي الموتى بإذن الله بإذن الله. أما صوفي يجي يقول الله أزل لي، نقول له جيب الإذن، جيب الدليل. ربنا أزل لعيسى، عيسى عنده إذن موجود في القرآن، في القرآن. البره عنده إذن يجيبه، الكباشي عنده إذن يجيبه، البرهاني عنده إذن يجيبه جيبه. بعدين يا أخ بالعقل بالعقل كده، لو كان في شيخ صوفي بيحيي الموتى، الشيوخ الصوفية الكبار ده كلهم موتى الآن، هم ذاتهم. البره حي ولا ميت؟ ميت يا أخي. ما يحيي نفسه قبل ما يحيي الآخرين؟ ما يحيي نفسه. الكباشي الكباشي الكبير حي ولا ميت؟ ميت. ما يحيي نفسه. الصابوناب الكبير حي ولا ميت؟ ميت. هلك. ما يحيي نفسه. يا اخي ديل كضابين يا اخي، ديل شفاته مجرمين كضابين، دار يغشوا ياكلوا بعقولكم حلاوه، والله والله الذي لا اله غيره. لكن ما بنخليك، ودائما الصراع بين الحق والباطل الى قيام الساعه، ولكن الحق منصور باذن الله سبحانه وتعالى. والحمد لله اي مناظره اي مناظره دخلها صوفيه مع اخواننا السلفيين خرجوا منها خائبين خاسرين بفضل الله سبحانه وتعالى. البجاجع ده البجاجع ده منجغم في قناة اس 24 من اول دقيقه بيضنا له ودخلنا له بتحت من اول دقيقه. البجاجع بكوري ده من قول التيت جاي تكذب على الطلبه وجايب لك ثلاثه بزغرته. أصل الزغاريد بتشبهكم يا صوفية، الزغاريد بتشبهكم، وكسرة المساس تميت الإحساس. شيوخ عطالة لا منهم واحد تلقى في الحلة مولع له بخور وما بيطلع الشمس، ضارب حمام وشوربة حمام ودخن يا زول، وزي السمسم ولد قاعد، نسوان داخلات ونسوان مارقات ونسوان داخلات وحدات ما بيمرقن، وبرنامج طويل. ده الحاصل ده يغش النازل. والله ما نخليك، مجرد تنشر الشرك في الأمة ده أولى جريمة نحاربها، قبل الأغاني وقبل محمود تاور ونادر ما أعرف لك مين وخديجة سفنجات، قبل الشغل ده الشرك أول حاجة يحارب الشرك، لأن ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك الله ما بيغفر، ويغفر ما دون ذلك، كتلت رقبة الله بيغفر لك من الكبائر العظيمة، لكن إذا تبت الله يغفر لك، فعلت ما فعلت من المعاصي ربنا يغفر لك. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الكرة الأرضية كلها ذنوب لك براك براك، لا يشاركك فيها أحد، لكن جيت لربنا العقائد بتاعت الصوفية دي ما عندك كلها، عقيدتك نظيفة في الله، لا بتبرك لشيخ، لا بتستغيث بشيخ من دون الله، لا بتتوكل على حجاب أو تميمة تلبسها في ضراك، عقيدتك في الله براو، توحد ربنا براو سبحانه وتعالى. ربنا قال لأتيتك بقرابها مغفرة، شفت الكلام ده كيف؟ ربنا يغفر لك. حديث صاحب البطاقة في مسند الإمام أحمد قال يؤتى برجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيخرج له أزرق طيبة في عينك، يعني بنقول قال الله قال الرسول أزرق طيبة وترعفينه وراجل مرحي، تبا لكم كلكم. ده عقائد بالله، ده عقيدة، ده عقيدة. زار يربطك في أزرق طيبة، أزرق طيبة شيوعي، أنت عارف المعلومة دي ولا ما عارف؟ حركة شعبية بتاع السودان جديد وياي، وده اللي جعل إنه ولي ولي لله. شو العفنين ديل عليك الله يا ناس، لسه عقائد، ناس دار يربطوك في عقائد بناس موتى تحت الأرض، ونحن دار نربط عقيدتك وقلبك برب الأرض والسماوات ربنا سبحانه وتعالى. يا أخي ربنا سبحانه وتعالى قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ده يقول لك قال أزرق طيبة، أزرق طيبة في عينك في عينك، نحن دار نربطك بربنا. يا أخي يا أخي أبو بكر الصديق لما مات رسول الله قبل حديث البطاقة
لما مات رسول الله عمر بن الخطاب قال ما مات، وإنما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لميقات ربه وسيعود. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال له أيها المتكلم اجلس، إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر، أما بعد فإنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. شو العقيدة دي كيف؟ دي يقول لك ترك طيبة بليد، ترك طيبة بتاع شنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل ده يطلع له 99 سجل، السجل الواحد مثل مد البصر، فيقول الله لهذا العبد ألك حسنة؟ يقول لا ما مزكر، يقال له بلى عندك حسنة، ثم تخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، توحيد، كلمة التوحيد، فيقول العبد يا ربي وما تفعل هذه البطاقة مع تلك السجلات؟ 99 سجل، الواحد قدر مد البصر، كلها ذنوب ومعاصي حقت الزول ده، وبطاقة صغيرة مكتوب فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وزاد يستغرب يقول يا رب البطاقة دي تعمل شنو مع السجلات دي؟ فيؤتى بالميزان فتوضع السجلات 99 في كفة، والبطاقة التي عليها التوحيد في الكفة الأخرى، فتطيش البطاقة بتلك السجلات، ثم يغفر له ويدخل إلى الجنة. ده فضل التوحيد. أدارين نعلم أنفسنا ونعلمك، لو أنت يا أخي الطالب لا بنربطك بيتور عفينا، لا بنربطك بالكباش، لا بنربطك بالبرعي، لا بنربطك بابن تيمية تعبد من دون الله، ولا الإمام أحمد تعبد من دون الله، ولا ابن القيم، ولا ابن كثير، ولا الإمام البخاري، ولا الإمام مسلم، ولا أبو داود، ولا النسائي. نربطك برب هؤلاء ورب الكون سبحانه وتعالى، ده الدين، ده المنهج. لكن والله تتابع الصوفية ديل وتعتقد إنه غير الله بيخلق، زي ما قال الإزارك شيخ الجماعة ديل، أو تعتقد إنه في إله من دون الله في الكون زي ما قال محمد عثمان عبد البرهاني شيخ الجماعة البرقص وبجاي ديل، أو تعتقد أن هناك من يغلق نار الجحيم زي ما قال شيخ الختمية، قال أنا عرشها، أنا العرش بتاع الله، قال والكرسي أنا، أنا الكرسي بتاع ربنا، أنا للسماء بانيها، أنا البنيت السماء، قال لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها، قال أنا كما خجلا من الله ساكت ومستحي كان طفيت نار الجحيم. ده تصوف، ده دين التصوف. أما الأشبهات بالقوى دي فهي كما قال الله تعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، ما يقدر أبدا. عشان كده أي مناظر الآن قاعدين يزوغوا والبزبطوا فيها، الحمد لله رب العالمين، ربنا بيكسرهم فيها ويصر الله الحق بكلماته سبحانه وتعالى. أنا لعله أطلت، وفي فرص ممكن ناس دار يسألوا عندهم أسئلة، أو ناس دارين يناقشوا، فالفرصة مفتوحة للحوار والنقاش. فضلاً